التنوع اللي هو موجود عندنا في الجين بانك من الاصناف اللي هي البلديه دي تعتبر مهمه جدا للاصناف اللي هي المنزرعه من القمح، سواء عن طريق نقل الجينات او نقل الصفات اللي هي الجوده اللي موجوده فيها، ونقدر نحسن من انتاجيه القمح مع صفات جوده عاليه، وده ده اللي يهم مربي النبات والمشتغلين في تحسين محصول القمح.